اتفقنا على تفعيل الوثيقة اللي احنا مضيناها في 24 من الشهر الماضي شهر يونيو شهر سبتمبر، وعلى آليتها، واتفقنا على تشكيل مجلس رئاسي من 6 شخصيات، 3 رؤساء الأحزاب المؤسسة لهذا الحزب، و3 آخرين كل حزب يعني يدي اسم قيادي آخر لتشكيل هذا المجلس الرئاسي اللي هو سيكون له أعلى سلطة في هذا الائتلاف وهذا التحالف. تم التوافق على أن الوزير الأسبق دكتور علي مصلحي أن يكون منسقا عاما لهذا الائتلاف أو هذا التحالف، وهو أن احنا عاوزين نكرس الاتجاه السياسي ونبلور الاتجاه السياسي. نتمنى أن نرى في مصر ائتلاف أو تحالف يضم أحزاب اليمين، ونتمنى أن نرى ائتلاف أو تحالف يضم أحزاب اليسار، وإحنا بنمثل أحزاب الوسط. إحنا مصر دفعت كتير، كلفة هذا التغيير كلفت مصر 850 مليار جنيه، في مقابل هذه الكلفة الاقتصادية الباهظة وهذه الفاتورة الثقيلة لابد أن إحنا نعظم المكاسب السياسية لكي تكون نرتقي بها وتكون على المستوى الذي يعني نتمناه لدولة ديمقراطية ناجحة ومتقدمة.